أمريكا والصين متى تنطلق الصواريخ؟ البعض بيتكلم عن الحرب التجارية الكبرى بين الصين وأمريكا، لكن البعض بيقول إنه ما تتوقعوش تستمر أي حرب تجارية حرب تجارية، تبدأ حرب اقتصادية وتنتهي حرب حقيقية عسكرية. يبدأ الأمر في أسواق المال أو الجمارك أو الميزان في المعاملات الخارجية، وينتهي الأمر في جبهات القتال. المحللين بيقولوا إنه أي صراع اقتصادي إذا ما وقفش في النهاية عند حد، قد يؤدي هذا الصراع الاقتصادي إلى صراع عسكري، حتى لو الأطراف نفسها المتصارعة مش عايزة تدخل في حرب، إنما الحرب الاقتصادية بطبيعتها وضغوطها قد تؤدي إلى حرب عسكرية. الصين وأمريكا هما عملاقة اقتصاد اليوم، أكبر اقتصاد في العالم أمريكا، تاني أكبر اقتصاد في العالم الصين. بعد شوية هيكون أكبر اقتصاد في العالم الصين، تاني اقتصاد أمريكا. في كل الأحوال دول الاتنين الكبار في اقتصاد العالم. الاتنين حسب CNN بيخوضوا أكبر حرب تجارية في التاريخ. حرب تريليونية، بنتكلم على قرابة تريليون دولار التلويح، أو بالفعل تم فرض عقوبات بشأنها، اللي هي الجمارك اللي بيعملها الرئيس ترامب كل شوية على كم مليار، والصينيين بيردوا أيضا. ومؤخرا الصينيين فرضوا رسوم إغراق على المطاط الصناعي، واللي من شأنه كمان أن يهدد جزء من صناعة المطاط في أمريكا. يبقى إذن الأمريكان بياخدوا قرارات، الصينيين بيردوا بقرارات، بنتكلم على حرب تريليونية ووصفت بأنها أكبر حرب تجارية في التاريخ. إنما هذه الحرب التجارية إذا استمرت كذلك يمكن أن تؤدي إلى حرب عسكرية. ليه؟ لأن بقالنا عقود طويلة، عشرات السنين، العلاقة مستقرة جدا وقوية بين العملاقين، بين أمريكا وبين الصين، علاقات ثقافية وعلاقات أكاديمية وعلاقات فنية وسفر هنا وسفر هنا ولوبيهات ضغط هنا وهنا ومصالح متبادلة وفلوس طالعة وفلوس نازلة. فالدنيا ماشية بين القوتين دول بشكل ممتاز بقالهم عشرات السنين. دلوقتي بالحرب التجارية ما استقرت عليه العلاقات بين بكين وواشنطن بدأ في التغير، وبالتالي الاستقرار في العلاقات تحول إلى عدم استقرار. طيب في ظل الاستقرار كان في اقتصاد وفي علاقة قوية جدا، طيب في ظل بقى عدم الاستقرار الذي بدأ، البعض بيقول يبدو في البداية أنه عادي، لكن ممكن عدم الاستقرار ينتهي إلى حرب. هكذا يقول البعض في تحليل ما يجري. الأمريكان بيقولوا أن الصين بتخوض حرب باردة ضد أمريكا، وإن هي أصلا عايزة تلغي النظام الاقتصادي العالمي وتؤسس نظام اقتصادي عالمي جديد. فالأمريكان بيقولوا إن الصين بتحاول تزيح أمريكا تماما وتحكم هي النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وإنه طريق واحد حزام واحد اللي هي الاستراتيجية الرئيسية في الصين. إذا تم الحزام الواحد ده والطريق الواحد ده معناه إنه أمريكا تغادر عرشها في حكم الاقتصاد العالمي، وانه يبقى في نظام اقتصاد عالمي جديد تقوده الصين. الصين بتقول لا، احنا بنسعى للعداله في العلاقات الدوليه، بنسعى لحمايه مصالحنا، لكن حروب القرن 19 والعشرين اللي يتفوق او يتغني شويه يحتل او يكون امبريالي مش هيحصل معانا، مش هنكون قوه امبرياليه. لكن هنا بقى الخطر، إذا استمرت الصين في هذه القوة، إذا أمريكا شعرت أنها ممكن تغادر مركزها، ده اللي ممكن يؤدي إلى حرب ساخنة وليس مجرد حرب باردة أو خلافات بين بكين وبين موسكو. ده اللي خلى بين بكين وبين واشنطن، ده اللي خلى صحف روسية تطلع وتقول إنه هل يمكن أن يطلق الرصاص بالفعل بين بكين وبين واشنطن؟ هل ممكن نشهد حرب رغم ان الكل مستبعدها؟ لكن هل وارد اللي بيشوفه بافق استراتيجي ان يكون في حرب قادمه، حرب حقيقيه بالسلاح بين الصين وبين امريكا؟ البعض يقول ان احتمالات ذلك تزيد. الصينيين
بيستعدوا اقتصاديا بقوة. يعني دلوقتي بيفوتوش حاجة، تعمل عقاب على الصينيين في بعض الأمور الاقتصادية بيردوا بعقاب موازي، تفرض رسوم بيفرضوا رسوم. ومؤخرا عملوا رسوم الإغراق على المطاط الصناعي، وشركة إكسون موبيل بقى عندها أضرار كبيرة نتيجة قرارات الصين وشركات أخرى في أمريكا وأوروبا. يبقى الصين الهادئة بتاعت زمان لن تعد، اللي هيفرض عقوبات هتفرض عليه عقوبات، واللي ياخد قرارات هيواجه بقرارات مضادة، وده كمان ممكن يساعد في لا قدر الله في المستقبل إشعال الأزمة، بيبقى في حرب حقيقية خطيرة على الإنسانية المعاصرة. نمرة 2، الصين قلنا في نمرة 1 تستعد اقتصاديا وبتتعامل بقوة، نمرة 2 تستعد عسكريا. الصين دلوقتي موجودة بقوة في بحر الصين الجنوبي. بحر الصين الجنوبي ده بحر كبير جدا، إنما الصين مسيطرة على أكثر من 3 مليون كيلو متر مربع في هذا البحر، يعني أضعاف مساحة مصر من هذا البحر. البحر ده تحتيه ثروات طائلة، غاز، بترول، وثروات طائلة أخرى، وفي صراع على الثروة في هذا المكان. الصين بتقول إن أغلب بحر الصين الجنوبي لها، وبدأت تردم في بحر الصين الجنوبي، وكل منطقة بتردم فيها بتعمل جزيرة صناعية هي حاملة طائرات، لكن لا يمكن إغراقها لأن هي جزيرة صناعية موجودة في بحر الصين الجنوبي. أمريكا بتحتاج، الفلبين بتحتاج، بروناي بتحتاج، دول أخرى بتحتاج، إنما الصين ماضية في هذا الأمر، إن هي بتستعد لاحتمالات صراع في بحر الصين الجنوبي. الأمريكان بيقولوا لأ، في حرية ملاحة، وده مش بحر الصين، مش بحر ملك للصين، اسمه بحر الصين لكنه مش بحر الصين بمعنى الملكية، وإن من حق أي بلد إنها تعبر في هذا البحر، وكل شوية سفينة عسكرية تروح والصينيين يحتجوا. مراكز دراسات بتقول إن الحرب الاقتصادية ممكن تتحول لحرب عسكرية في إزاء احتمالين كبار. بحر الصين الجنوبي اللي فيه ثروات طائلة وفيه تريليونات بتعدي كل يوم، كل يوم من هذا البحر بتعدي تريليونات الدولارات، أرقام ضخمة جدا طلع من هذا البحر حول العالم. لو حصل أي توتر عسكري هناك ممكن يؤدي إلى حرب ويطلق الرصاص من بكين أو يطلق من واشنطن. الأمر الثاني، في جزر متنازع عليها بين اليابان وبين الصين، واليابان بتديها اسم ياباني والصين بتديها اسم صيني، وهذه الجزر ممكن تكون أساس لنشوب حرب بين الدولتين، إن ممكن الصين تشتبك بطريق الخطأ فالأمريكان يقفوا مع اليابانيين وبالتالي تبدأ الحرب في هذه المنطقة الخطيرة من العالم. يبقى إذن أي حرب تجارية خطرها أنها ممكن تتحول إلى حرب عسكرية. الاتنين الكبار شايفين الموضوع إزاي؟ الصينيين بيقولوا إحنا قابلين حسن نية، وقلنا الأمريكان تعالوا نتحالف عبر المحيط الهادي ونعمل سوق مشتركة أو نعمل شراكة عبر الهادي، يبقى إحنا ومعنا الروس والهنود نتحالف معاكم، يبقى في شراكة عبر المحيط الهادي. إنما الأمريكان راحوا وعملوا الشراكة عبر المحيط الأطلسي، وبالتالي كان لازم نفكر في بديل، فالبديل كان اللي هو الطريق أو الحزام اللي هو يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الصيني في المستقبل. لو الأمريكان حسوا إن هم بره المحيط الهادي وبره المحيط الهندي ومبقاش ليهم إلى المحيط الأطلنطي، في هذه الحالة ممكن الحرب تنشب، لأن مش معقولة أمريكا بهذه القوة تبقى بقى الصين سيدة المحيطات، ويبقى في هذه الحالة أمريكا تتراجع في نفوذها في العالم بعد تراجع نفوذها في المحيط الهندي وفي المحيط الهادي. على الخريطة أو ما يشبه الخريطة، يعني بشكل تقريبي عشان نعرف ما الذي يجري في هذا المكان الخطر في العالم حتى لا تنطلق الصواريخ، أو نعرف اتجاه الصواريخ لو انطلقت. هنا هنقول الصين، وادي هنا بحر الصين الجنوبي، هنا الصين، وهنا أوروبا، وهنا أمريكا. يبقى دي الصين، ادي أوروبا، ادي أمريكا. بين أوروبا وأمريكا ده اسمه ايه؟ المحيط الأطلنطي. وهنا ده اسمه ايه؟ المحيط
الهادي، احنا اللي يهمنا هنا المحيطات، هنشرح المحيطات، وهنا المحيط الهندي. يبقى دي هنا المحيط الهندي اهو، ده المحيط الهندي، كان طبعا كلام تقريبي، وهنا المحيط الاطلنطي، وهنا المحيط الهادي، وهنا ادي الصين. الصين بتقول احنا قلنا للامريكان، ادي الامريكان هنا، الصينيين هنا، نتحالف عبر الهادي. الهادي طبعا احنا عارفين ان الارض كروية، يعني الارض كده، فلما نلف الارض كده يبقى دي امريكا هيت والصين هذه الناحية، يبقى دي امريكا وادي الصين، بينهم المحيط الهادي، فهم عايزين عبر المحيط الهادي يبقى في شراكة، يبقى دي الصين هنا ويادي امريكا هنا عبر الهادي. الامريكان موافقوش، وانما بقوا عبر الاطلنطي هم والاوروبيين، عبر الاطلنطي. يبقى الصينيين كانوا عايزين عبر الهادي، انما الامريكان قالوا لا عبر الاطلنطي. فالصينيين قالوا طب خلاص يبقى نعمل ايه؟ الحزام الواحد. الحزام الواحد ببساطة، وتحدثنا عن ذلك من قبل وسنعود اليه ان شاء الله لاحقا، بده بشكل تقريبي، ادي الصين اقتصاد اسطوري. الصين بقى بتلف لفة كبيرة جدا جدا من هنا عشان تيجي ناحيتنا بقى قناة السويس وتخش على اوروبا وافريقيا والعالم. الحزام الواحد ده جزء منه، لو قلنا مثلا هنا باكستان، وهنا ادي المحيط الهندي، هنا ميناء اسمه جوادر، هنسمع عنه في المستقبل، اهم ميناء في العالم اذا استمرت الامور كده، اهم ميناء في العالم في المستقبل هو جوادر اللي هو هنا. الصين بقى هنا، الصين هنا شمالا، ادي الصين اهي بتشتغل هنا على قوة صناعية عملاقة، هتمشي بطريق من هنا ينزل جوادر، ده اسمه الحزام الواحد، 65 مليار دولار، سكة حديد وعربيات وكل حاجة، يتنقل الصناعة من هنا لهنا تلف كده، بدل ما بتلف بقى اللفة الكبيرة دي، لأن هنا بحر الصين الجنوبي، لو الأمريكان حاربوا هنا الصين تبقى مخنوقة، تتصرف ازاي؟ الصينيين عشان لو حصل ده هنا، فهم اشتغلوا على ميناء جوادر ده اللي هو الباكستاني، ان هم يجوا بهذه الطريقة، وهم من هذه الطريقة لو الصين، هيبقى المنطقة دي منطقة متطورة كلها اللي هي غرب باكستان، بناء على ذلك من ميناء جوادر بقى اول دخلة في الاتجاه ده مضيق هرمز، وهنا في تعامل مع دولة الكويت الشقيقة. تاني دخلة يبقى قناة السويس، في الوش يبقى جيبوتي، اكبر قاعدة عسكرية صينية في العالم في جيبوتي. فشوف بقى الصينيين، يبقى الصينيين ادي الصين، يبقى الصينيين من ميناء جوادر هنا هوت، وبحر الصين الجنوبي هنا، من هنا بيتحركوا، قلنا اول لفة هيخش يبقى عنده هرمز، مضيق هرمز، والمنطقة تاني لفة يبقى دي قناة السويس ثم اوروبا، ومن هنا يروح على جيبوتي ثم افريقيا كلها الناحية دي. هنا اكبر قاعدة عسكرية في جيبوتي، هنا ميناء ضخم جدا كبير هو جوادر، هنا بحر الصين الجنوبي. لو الامريكان عملوا اكس هنا، هم يشتغلوا في هذا الطريق. ده جزء من الحزام الواحد اللي امريكا بتقول ان هو نظام اقتصادي عالمي بديل، اللي هو اهم شيء في العالم اليوم اقتصاديا. ما ينفعش طالب اقتصاد او باحث اقتصاد ما يعرفش الحزام الواحد او الطريق الواحد او الصراع الاقتصادي بين الصين وبين امريكا، لان ده اللي هيحدد شكل الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. الامريكان موجودين بقوة، كل شوية سفن عسكرية رايحة جاية في بحر الصين الجنوبي، لكن برضو كل شوية في مناورات للاسطول الصيني في بحر الصين الجنوبي.